وإلى قطر الشقيقة، حيث وجدت نتائج قمة الخليج 41 ببياناتها الختامية وأجوائها الإيجابية ارتياحا في صفوف المثقفين القطريين. نعم، الذين أشادوا بلا شك بدور الوساطة الكويتية لحضرة صاحب السمو أمير بلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسلفه الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تغمده الله بواسعة رحمته. نتابع قمة مجلس التعاون في مدينة العلا السعودية، شكلت وفق رأي مثقفين قطريين منعطفا جديدا في قمم الخليج، خاصة أنها جاءت بعد مخاض استمر إلى ما قبل انعقادها بساعات، نتج عنه بيان الخارجية الكويتية الذي أثلج صدور الإخوة الفرقاء بفتح الحدود بين الدوحة والرياض. وقابل البيان خطوة إيجابية من قطر بترأس أميرها وفد بلاده في هذا المحفل الخليجي. الرموز التي حدثت في هذه القمة، أولا الاستقبال الحار الذي تلقاه صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأيضا اختيار طائرة أميرية تحمل اسم شقير، العناق الذي تم، كلمة صاحب السمو أمير الكويت، وأيضا كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد ولي العهد السعودي. أعتقد أن كلها كانت مؤشرة لنجاح هذه الوساطة الكويتية التي بدأت منذ بداية هذه الأزمة بقيادة صاحب السمو الراحل الأمير الشيخ صباح الأحمد. بلا شك أننا ننظر بتفاؤل كبير حقيقة إلى ما تم إنجازه في قمة العلا هذا اليوم، وهذا حقيقة هو فرع طبعا من ثقة الشعوب الخليجية بقيادتها وبإمكانية أن يتم بالصدع من خلال هذه القمة ومن خلال العلاقات الخليجية التي طبعا تستمر اليوم أو تعاود اليوم وضعها الطبيعي بعد 3 سنوات ونصف من هذه القطيعة التي أثرت بشكل سلبي حقيقة على الشعوب الخليجية وعلى العلاقات الرسمية الخليجية. الوساطة الكويتية المقدرة لدى أبناء قطر تعيش في ذاكرتهم الوجدانية، وتمزج لديهم مشاعر الفرح بحلحلة الخلاف الخليجي مع مشاعر الحزن على غياب عرابها الملهم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه. كنت أتمنى كواحد خليجي، كنت أتمنى أنه هذه المصالحة هذا اليوم يكون صاحب السمو الشيخ صباح تقديرا لجهوده اللي بذلها، لكن قدر الله ما شاء فعل. استمر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد في اتصالاته بشكل حقيقة هادي بعيدا عن الضوضاء الإعلامية التي قد تؤثر في لحظة ما أو في موقف ما على المصالحة الخليجية، وبالتالي نجحت الكويت. رأينا جميعا كيف أن الوساطة الكويتية نجحت في خفض وتيرة التصعيد في هذه الأزمة منذ يومها الأول في 2017، والزيارات المكوكية التي قام بها الراحل متحاملا على مرضه بين العواصم الخليجية المختلفة. وكان بودنا حقيقة أن الحاضر الغائب سمو الأمير الراحل يشهد هذا اليوم التاريخي. وينظر القطريون بالكثير من الاحترام إلى حكمة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التي جمعت الأخوة على طاولة واحدة ووضعت اللبنات الأولى في هذه المصالحة. يرى المراقبون هنا أن نجاح القمة الخليجية إنما هو نتيجة الجهود المبذولة للوساطة الكويتية على مدار 3 أعوام ونيف، إضافة إلى المكانة الكبيرة للكويت على الساحتين الخليجية والدولية. قصي الناصر لبرنامج العالم هذا الصباح، تلفزيون دولة الكويت، الدوحة.